نكمل بقى. احنا اتكلمنا عن الانفايرمنتال ريزرفوار واتكلمنا عن الانيمال ريزرفوار. نتكلم بقى عن الريزرفوار لو هيومن. الهيومن هنقسمه ساعتها لكيز ولكارير. الكيز هنقسمها لكلينيكال وسب كلينيكال، والكلينيكال هنقسمها مايلد مودريت سيفير او نقسمها تيبيكال واتيبيكال. هو في المرض ده معروف بسيمتومز معينه دايما، بس ممكن يكون ليه طريقه او سيمتوم مش هي الاساس بتاعته فسميتها الاتيبيكال. السب كلينيكال هو مش ظاهر فيه سيمتومز وساينز زي ايه الكلينيكال. الكارير هو مش ظاهر فيه سيمتومز وساينز اكتر، فبالتالي هو مور دينجرس. وبالتالي عندي ان كلينيكال امبورتنس بتاعت الكارير بتيجي اسي، وهي واحد بيتحرك في المجتمع مور فريلي، محتاج مور انفستيجيشن، وبالتالي ان هو نوت ريكوجنايز. مهم جدا في بعض الاكيبيشن زي الهيلث كير وركر والفود هاندلر، وهو التايم بتاعه كبير والنمبر بتاعه كبير، عشان بس ده نسهل على بعض الحفظ في حفظ كلينيكال امبورتنس بتاعت الكارير. الكارير مور دينجرس ليه عن الكيز؟ ممكن تسأل السؤال ده يعني شافه يعني. طبعا لان هو واحد مش معروف زي ما احنا لسه عاطين الاهميه بتاعته دي كلها، فبالتالي ما اقدرش اعمل له ايزوليشن لان انا مش عارفاه، لكن الكيز انا اقدر اعمل له ايزوليشن واقلل من خطورته، لكن الكارير انا مش عارفاه عشان اعزله، وبالتالي عملي شيدنج اوف الانفكشن. على حسب بقى انا ممكن اقسمه على حسب التايم، هو شيدنج اوف الانفكشن لفتره طويله فسميته كرونيك كارير، ولا لفتره قصيره فسميته تيمبوري كارير. على حسب برضو الديزيز، هو بيعمل شيدنج اوف الانفكشن في فتره البدايه قبل the onset of symptoms او signs فسميته incubatory carrier، ولا في فتره النهايه فتره النقاهه فتره الconvalescence فسميه convalescent، ولا هو بيجيلوش اعراض اصلا او الاعراض بتاعته قليله، فمقدرش اقول في بدايه الاعراض او في نهايه الاعراض ان مفيش اعراض عشان اقول قبلها وبدايتها، فسميه contact او healthy carrier. والاكزامبلز يا جماعه مهمه عشان هي مواضع الام سي كيو للاسف. انكيباتري الاكزامبلز مضيها في الكتاب اللي هو المامز والبوليو والهباتيتس بي، فاللي هي الام اتش بي. فعشان كده لما احنا اتكلمنا عن الاي تو زد قدام كنا كاتبين جنب كل ام هي داخله في انهي اختصار، احنا داخلين المامز اهي في الام اتش بي، وهنعرف الام ار دلوقتي كمان برضو. الكونفوليسنت فتره الدقاهه عشان اسهل على نفسي يعني، ان هو معظمهم بحرف الدي، تايفويد ديزنتري وديفتيريا كونتاكت كوليرا وبوليو. برضه البوليو اصلا ليه اكتر من كلينيكال فيكتشر، فعادي جدا ان هو ممكن يجي في بعض الناس يكونوا كيز، ممكن بعض الناس يكونوا كارير، وممكن بعض الناس تكون في الانكيباتري كارير، ممكن بعض الناس تكون في الكونفوليسنت كارير، ممكن تكون بعض الناس في الكونتاكت كارير. اخر تقسيمه للكارير اللي هو على حسب البورت اوف اكزيت اللي هو يوريني ولا فيكال ولا ريسبيراتوري. ريسبيراتوري اكزامبل عليه مالينجايتس، يوريني ولا فيكال اكزامبل عليه التيفويد. يبقى انا كده عرفت ان التيفويد ممكن يجي ككارير يوريني وفيكال، ويجي كرونيك، ويجي كونفاليسنت. طيب هل ممكن يجي كيس؟ ممكن يجي كيس. طب هل بقى التيفويد الريزرفوار بتاعه هيومن اونلي ولا ممكن يكون انيمال؟ ساعتها بقى هبدا ان انا اعمل تجميعات عشان اعرف هو امتى يكون الديزيز الريزرفوار بتاعه هيومن اونلي، ممكن امتى يكون الريزرفوار بتاعه انيمال اونلي، وامتى يكون الريزرفوار بتاعه انيمال انيمال. طيب هقعد اقول لك ان انا هسبق قاعده كده ان كل الريزرفوار يكونوا مان اونلي، سواء في الدروبليت سواء في الفيكتور سواء في السيكشوال ترانسميتد سواء في الانتيرك. واللي يهمني اكتر دلوقتي الدروبليت عشان هو الامتحان، بس الاكزامبلز ايا كان بقى امتحان ولا مش امتحان. تمام. بس في بعض الاكسبشنز، يعني انا هنا كل دروبلت انفكشن بيكونوا كيز كارير. معنى كلمه كيز يعني ايه؟ ان هو هيومن ريزرفوار. طيب اكسبت مين؟ اكسبت الام ار المامز والروبيلا بيكونوا كيز او انكيباتري كارير، وما عدا دسم الدفتيريا والستربتو مونينجايتس ممكن يكونوا كيز، ممكن يكون انكيباتري، ممكن يكون كونفرزن. انا لسه قايله الدفتيريا في فتره الدقاها. تمام. طيب الفيكتور كله كيز اونلي ومان اونلي، سيكشوال ترانسميتد كله كيز ما عدا الايدز كيز وانكيباتري، الانتيرك كلهم كيز وانكيباتري وكونفرزن ما عدا الاتش اي في هيباتيتس اي كيز وانكيباتري بس. ايمن اونلي اللي هو البوتيوليزم والبرسيليوزس والريبيس انيمال اند مان في الخمسه دول، والاثنين دول من ضمن الامراض المطلوبين للعزل. هتعرف ان في اربع امراض مطلوبين للعزل كده في المنهج.
منهم البليك واليلو فيفر. طيب بس الاهم بالنسبه لي هي الدروبليت انفكشن، لان عشان عندي الام ام ار اللي داخل في الامتحان والمنجايتس روماتيك فيفر، فانا ابقى عارف ان من ضمنهم المامز والروبيلا بيكونوا كيز وانكيباتري، والميزلز كيز بس، والمنجايتس كيز وانكيباتري كونفلسنت، والروماتيك فيفر هو من ضمن الدروبليت فهو كيز بس. ايه سؤال ام سي كيو يديك ديزيز ويقول لك نوع الكارير، او يديك الكارير ويقول لك اديني مثال او ماتش. حتة الريزرفوار كلها يا جماعة شفوي و ام سي كيو، لكن الكلينيكال امبورتنس هو اسي بس. يجي لك سؤال ام سي كيو يقول لك كاريرز ار نوت امبورتنت ان مينتينينج ذا شين اوف ترانسميشن ان بوليو ولا تيفويد ولا كوليرا ولا ميزلز. كاريرز مش مهمين في اني البوليو، الناس قايله ان هو مهم، ممكن يجي كذا عرب ممكن يكون كونفلسنت، ممكن يكون كونتاكت، ممكن يكون انكيباتري. التيفويد احنا قلنا ان هو كرونيك كارير يراري وفيكل، وقلنا ان هو كونفلسنت. كوليرا قلنا كونتاكت. ميزلز قلنا ان هو هيكون كيز اونلي، ان هو من الدروبلت ومش من اكسبشنز بتاعت الدروبلت. طيب بعد كده البورتال اوف اكزيت ممكن يكون عن طريق ريسبيراتوري، واحد عمال يعطس يكح وهكذا، وطبعا اشهر حاجه طبعا انفلونزا، وبرده اي حاجه من دروبلت انفكشن اللي هو الميزلز والمامز والانفلونزا، وممكن كمان التي بي والنمونيا، كل بقى يعني كل الدروبلت انفكشن عن طريق ريسبيراتوري هو البورتال اوف اكزيت. يبقى انا عرفت الاكزامبلز اللي ريحتها على نفسي. تاني بورتال اوف اكزيت اللي هو الجي اي تي، وطبعا يبقى هما اللي هما الاني ديزيز الاكزامبل بتاعتها، اما هما الديزيز بتاعت الانتايرك اللي هما مين يعني، مثلا ايه التايفويد والريبيس. الريبيس برغم ان هو ايه زناطق، بس انا يعني حفظ نفسي كده ان من ضمن برضو البورتال اوف اكزيت بتاعه السلايفا، ان هو بيعضه الكلب لما بيعضه، ففي السلايفا بتاعته بيكون فيه الايجنت. وممكن البورتال اوف اكزيت يكون الجي يو تي اللي هي جينيتال يورينري تراك، اما عن طريق اليورين اما عن طريق الجينيتال سكريشن. واني قلت جينيتال سكريشن يبقى مين؟ يبقى سيكشوال ترانسميتد اللي هما مين؟ الجونوريا والايدز. عن طريق اليورين ممكن يكون تايفويد ماشي، او ممكن يكون ليبتوسبايرا. دي الاكزامبلز مكتوب في الكتاب. السكين ممكن يكون عن طريق سكين ليجن زي الانثراكس طبعا احنا عارفين، السيفلس، التشيكن بوكس، اوكي، او يعني ليجنز او ابريجنز حتى. ايه هو ريسبيراتوري والاكزامبلز والجي اي تي والجي او تي الجوت والسكين قلنا. طيب بعد كده مود اوف ترانسميشن. المود اوف ترانسميشن ده بيبقى موضع اي سي وشفوي، اوكي. يعني ده جانا سؤال منه في اول راوند في اول امتحان، جانا سؤال منه كان في الاكزامبلز، وكانت حتى يعني كده اللي هي لخبطت الواحد. كان بيقول ان يعني فرق بين الدروبلت والايربورن، واحنا كناش فاهمين يعني لسه فرق قوي بين الدروبلت والايربورن، حاسينهم قريبين من بعض. الدروبلت ده تبع الدايركت ترانسميشن، لكن الايربورن ده تبع الاندايركت ترانسميشن. ماما نفهم دلوقتي الفرق بين الدايركت والاندايركت. ان الدايركت ده انا بنقله من الشخص للتاني من غير ما يكون فيه وسيله في النص، او من غير ما يكون فيه وسيط النص، مفيش انترميديت person او object، فده الدايركت. ممكن يكون contact، ممكن يكون droplet، ممكن يكون transplacental، او اللي هو vertical. direct contact عن طريق 3S اللي هو skin او sex او soil، تمام؟ contact with soil. طيب السكس طبعا يبقى AIDS، يبقى gonorrhea و skin، احنا سائلين مين الskin و soil وهكذا. ممكن يكون كمان عن طريق ان هو بيمسك السكين بتاعه، مثلا هو الاي انفكشن، تمام، او الليبروسي. بعد كده الدروبلت. الدروبلت عن طريق السائلين، الكابينج، السنيزنج، ممكن يكون الباسك اللي هو حته السبيتنج ده واحد بيبصق، او السبيكنج. هو احنا بنتكلم تلاقي الواحد حدفك شويه دروبلت تحفه يعني. زي مين الدروبلت؟ احنا عارفين امراض الدروبلت مين بقى، هدي مثال مين؟ TB، mumps، influenza، common cold. الفرق ان الدروبلت ده حاجة اكبر من 5 مايكرون،
لكن الايربون دروبليت نيوكليوي ماشي، فهي حاجه اصغر من الايربون، يعني حاجه اصغر من الدروبليت نفسها، فهي تبقى تكون اقل من 5 مايكرون. الترانس بلاسنتال اوف فيرتيكال طبعا في ايدز برضو من حاجات برضو يعني شبه برضو السكشوال ترانسميشن شويه، ممكن روبيلا اللي هي جيرمان ميزلز، ممكن توكسوبلازموزس. طيب بالنسبه للاندايركت، فعشان نبقى حافظين الخمس سبل بتاعتها، البي في اف و2 اي فيكتور فيكل فومايت ايربورن اياتروجينيك، يعني هي مش بالاي بس يعني نطق بالاي، اياتروجينيك هي منتال يعني عن طريق الوسائل اللي بيستخدمها في السيرجريز مثلا ترانسبلانتيشن او انجكشن وهكذا. في ديزيز قوي معروف اللي هو الجاكوب ديزيز، اوكي ده معروف عن طريق انجكشن لكونتامينيتد جروس هرمون. بيرسا انفكشن برضه لازم عن طريق هوسبيتال ستيت، لان هو بيتعامل في المستشفى بالانسترومنت بتاعتها. الفومايت ايا كان بقى الفومايت الارتكلز، حاجات بسيطه جماد بس مش معناها ان هي انسترومنت بتاعه المستشفى، لا ده ممكن سبون، ممكن يكون بنسل، ممكن يكون كاب. وعندها في الامراض اكتر بتاعه الفود بويزنج وكده، او البنيه العضليه الفود يعني، وي زي هيباتيتس اي وي اي ديزيزز. الدروبليت نيوكلاي اللي هي الاقل من 5 مايكرون وبتفضل فتره طويله وبتسافر مسافات طويله، زي برضو التي بي والانفلونزا والستريبت. فيكل حاجه بيتحرك زي البوتر والفود، حاجه هي بتتحرك وبتستخدم وبتنقل من مكان للتاني ماشي، وبرده البلاد البلازما التيشو الحاجات دي بتتغير. بقيت تفرقي بين البادي فلويد وبين الترانسبلانتيشن. الترانسبلانتيشن تبع الياتروجينيك، لكن البادي فلويد سكريشن تبع الفيتل. يعني انا قلت لك حاجه في نيل عن طريق البريست فيدنج مثلا، ما البريست فيدنج ده سكريشن، فبالتالي هعتبره من ضمن البادي فلويد، ما هعتبره ان هو فيكل. فيكتور وانت تاخده فيكتور ديزيز بقى بنيل عن طريق الموسكيتو، عن طريق فلايا، عن طريق ارثروبود زي ملاريا اللي بتنقلها الانوفلس، الفريزيس، الريفت فالي فيفر وهكذا. نعمل بقى شويه تجمعات ان في ديزيز تبقى اكتر من مود ترانسميشن، يعني سامع ان في امراض انت عماله تكرريها في اكتر من حاجه، فبمعنى كده ان هي ليها اكتر مود اوف ترانسميشن. جمعتهم في ام او تي اللي هي يعني اكنها برده مود ترانسميشن، ودي في اتش بدل دي في دي، بسهل بهول على نفسي يعني وكده. الام اللي هي الملاريا، او هو بوليو، هي يعني بيغلب على الكلمه حرف الاو شويه، بوليو، سمول بوكس، بروسيليوزس، تي فور تي بي، ديفتريا، فاريسيلا، هيباتايتس. هيباتايتس ممكن تنقل عن طريق البلد، ممكن هيباتايتس ايه عن طريق الفود. اخر حاجه معايا في الفيديو ده اللي هو الانكيباتري بيريد، بدل ما اقعد احفظ كل الديز الانكيباتري بيريد بتاعته ايه وتلاقي من كلهم شبه بعض شويه او ايه شبهات، فانا هثبت كده فترات معينه، في حاجه اقل من 3 ايام، في حاجه 3 ايام، في حاجه من 3 ل 7 ايام، في حاجه اكتر من اسبوعين. العموم بتاعنا ان اثبت الانكيباتري بيريد يكون انكيبيشن بيريد بيكون 2 ويكس ماشي، لكن الاكسبشن منها اللي هو المكتوب في الجدول ده، لو اقل من 3 ايام يبقى ده فود بويزنينج، لو 3 ايام يبقى جس اللي هو الجونوريا، انفلونزا، الستريبت فرنجايتس والشيجيلا، لو من نص اسبوع لاسبوع ماي اي بي سي منجايتس، اليلو فيفر، انثراكس، بليك، البليك كانت من الامراض المطلوبه للعزل، الكارنتبل ديزيز، ممكن كمان الكوليرا هي كارنتبل ديزيز. اكتر من 2 ويكس حاجه بقى تبدا ان هي تكون كرونيك شويه زي ال HEV وال HBV وال AIDS وال TB. ال HEV من 2 ل 6 ويكس، لكن ال HBV من 2 ل 6 مانث. طيب يعني ايه اصلا انكيبيشن بيريد؟ انكيبيشن بيريد هي الفتره من ساعه ما الايجنت دخل جسمك لغايه ما عمل اول ساين واول سيمتوم تمام. طيب طبعا بيختلف الانكيبيشن بيريد من ديزيز للتاني على حسب اللود بتاع الديزيز، على حسب او الميكروب يعني، على حسب الفيرنس بتاعت المايكرو اورجانيزم، على حسب الاميونيتي بتاعت الشخص. في ميديكال امبورتنس، ميديكال امبورتنس للانكيبيشن بيريد، ودي تتسال اس سي ال ام سي كيو، تتسال شفوي.
فعشان نسهل على نفسنا ان هي مهمه في البريفنشن وفي الحجر وفي المراقبه ودياجنوستيك بروجنوستيك. تمام، من ورا لقدام كده ان هي دياجنوستيك فهي بتساعدني ان انا لما ايت شورت انكيبيشن بيريد فنبدا نقول ان هو مثلا فود بايزنج، لو اكتر من كده لا يبقى هبدا ان انا لما بقطفي اثر الانفكشن بعرف هو نوعه ايه، فانا كده ساعدني في دياجنوستيك. كمان لما بيتطول معايا الانكيبيشن بيريد كل ما بتساعدني ان انا يعني اتدخل واعمل اي حاجه فده بيخليني بروجنوزس كويس. لكن لو شرط الفتره القليله بتاعت الانكيبيشن بيريد كل ما كان البروجنوزس اوحش، معنى كده ليه؟ لان معنى كده ان الاورجانيزم متوحش، ده عمل وقت قليل كميه ساينز وسيمتومز كتيره. يبقى ده بالنسبه للدياجنوستيك بروجنوستيك. بالنسبه لحته البريفنشن هي بتساعدني ان في الفتره دي لو انا اتدخلت انا اقدر امنع الديزيز بشكل كبير جدا. انا ممكن لو اتدخلت بباسيف اميونايزيشن او كيمو بروفلاكسيس يعني هتلاقي في معظم الديزيز انا بقول لك انا بحاول اديله الكيمو بروفلاكسيس او الباسيف اميونايزيشن في انكيبيشن بيريد على قد ما اقدر من قبل ما الديزيز يبدا. حته الحجر ان بستخدمه في الكرونت والديزيز زي ليلي وفي باربويل بلاي زي ما احنا قلنا، وانا برضو الكوليرا. لو واحد في الانكيبيشن بيريد انا بمنعه اصلا ان هو يسافر الا لو هو معاه اميونايزيشن سيرتيفيكت وكون فاليد، غير كده انا بفضل حاجزاه لمده الانكيبيشن بيريد، يا اما تظهر الاعراض يا اما لا. فبتفيدني في حته الحجر انا هفضل احجزه لغايه امتى؟ لغايه ما الانكيبيشن بيريد تخلص اللي معروفه، لكن في فتره مثلا من كذا لكذا فهحجزه 3 اسابيع دول، هحجزه الاسبوعين دول. اخر حاجه معايا المراقبه او السيربيلانس او الكونتاكت ميجرز، ان انا بحط الشخص تحت المراقبه لغايه الماكسيمم انكيبيشن بيريد. احنا عارفين مثلا في الاتش اي بي انكيبيشن بيريد من 2 لـ 6 ويكس، فانا هفضل اراقبه لغايه الـ 6 ويك دول علشان اشوف ايرلي، عشان بيساعدني في الايرلي كيز ديتكشن. في مده السيرفلانس مده كمان الحجز بتساوي مده الانكيبيشن بيريد، كل ما دخلت بسرعه كل ما ساعدني في البريفنشن دياجنوستيك ان بعرف لو شورت ولا لونج، بعرف ان هو تبع اي ديزيز. بروجنوزس كل ما كان اقل كل ما كانت البروجنوزس اوحش.